بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزول عليك ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نشكرك ونتوب إليك. وفي مصر والشام ومن مشارق الأرض إلى مغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في كل مكان، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا الأكرمين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، والطف بنا يا لطيف. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر وما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله